ما كود دو غول ويب او كود دو غول ديال بعض مستعملي الانترنت هو واحد الموضوع مهم وشويه حساس على هامش المشاركه ديال فيلم ماتش لوفد ولا زين اللي فيك ديال المخرج المغربي نبيل عيوش في لا كانزين دي رياليزاتور في مهرجان كان دولي للسينما. كانوا لقطات من الفيلم ساخنه وساخنه نوعا ما وجريئه عطاوها الفريق ديال الفيلم للناس ديال المهرجان ديال كان. ومن بعد بطبيعه الحال داز اليوتيوب كاين اربعه ولا خمسه ديال لي زيكستري ديال الفيلم اللي هبطات اليوتيوب وفيسبوك. نقاش كبير كاين هاد السيمانه كامله على تويتر وعلى فيسبوك بين مؤيد ومعارض بين مساند ومقاطع. رايكم في هذا الموضوع حميد؟ غادي نقول لك هو ماشي اول فيلم اللي كان فيه هادشي شي حاجه بحال هكا. كاينه ثاني حاجه انا ما كنعطيش لراسي الحق انني نكون مع ولا ضد بحال هاد الحالات، لان كما كنشوفوا واحد لو فيلم كتكون واحد لا فيزيون. هذيك لا فيزيون فيها جوج ديال الابعاد، كاين اللي كيشوف البعد القريب وكاين اللي كيشوف البعد الابعد ديالها. يعني كل واحد كيفاش، انا على حسب اللي بان ليا في هذا الفيلم سي كو كيتطرق ماشي غير للصوره بكرو، يعني كاين عمق زعما، كاين واحد الطبقه ديال المجتمع اللي عايشه في واحد المشاكل، دونك كيتطرق لهذوك المشاكل. انا كما كنقول لك انا ماشي ضد وماشي مع، كل واحد كيدير اللي بغى. دو مومون كو انا كندير بعض الخطرات الحوايج اللي كيعجبوني انايا في الموسيقى ولا في سميتو، كاين الناس اللي كنعجبهم كاين الناس اللي ما كنعجبهمش، وكاين الناس اللي مع هذا الفيلم وكاين الناس اللي ماشي معاه. سوف كو انا كنقول واحد الحاجه، يعني كاين الاصلاح ماشي بهذه الطريقه. الاصلاح الى بعض الناس كينوضوا كيديروا بحال هكا كيبغيو يديروا الاصلاح في الطريقه هذه، نبداو من روسنا بعدا، نبداو الاصلاح كل واحد يبدا من راسه، فهمتيني؟ يعني كاين شي حوايج خصنا نصلحوهم فينا وحدانا وقراب لينا.